مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج الشأن الهام، نتابع من خلالها آخر التطورات السياسية سواء كانت إقليمية دولية أو محلية، مع ضيفنا داخل الاستوديو النائب السابق الدكتور فهد الخنا. حياك الله يا دكتور، شكرا لتلبية هذه الدعوة. طول لي عمرك. بداية دكتور، يعني ما في شك بأن وسائل الإعلام وتصدرت قضية معركة الحزم أحاديث هذه الوسائل ومن ناحية الخبرية، ولكن نحن نريد اليوم نأخذها من زاوية تحليلية أكثر للمشاهد كي يقرأ بين سطور نشرات الأخبار التي يتابعها أولا بأول. بداية أبي أخذ قراءة شاملة من الدكتور فهد حول معركة الحزم بسطحية في البداية، بعدها راح نتعمق وياك أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لاستضافتك أخي عبد الوهاب، ونسأل الله أن يوفقنا ونقدم ما يفيد المشاهدين الكرام. طبعا يعني بالنسبة لمعركة أو حرب عاصفة الحزم، هي باختصار حرب عربية لوقف النفوذ الإيراني والتغلغل الإيراني داخل المجتمعات والدول العربية. هذه يعني عنوانها. صحيح أنها أخذت يعني مكانها في اليمن، لكن هي الحقيقة بداية لما أراها أنا، يعني بداية لمعركة أو حرب مشروعة لحماية استقلال الدول العربية وحماية مجتمعاتنا من الأطماع الإيرانية التوسعية. لذلك بدأت هذه العاصفة، وإن كانت متأخرة، لكن أن تبدأ متأخرا خير أن لا من أن لا تبدأ، أو أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. يعني هذا يعني إذا تبي عنوان للموضوع. طيب، هي معركة ولا حرب؟ نعرف أن المعركة هي جزء من الحرب. هي حرب ما في شك. موضوع الحوثيين مو معركة من معاركنا المستمرة ضد النفوذ الإيراني في المنطقة؟ يعني هل يختلف معركتنا ضد الحوثيين في معركتنا ضد النظام الحاكم في سوريا، ضد معركتنا في الدفاع عن أمن واستقرار البحرين؟ يعني هي نفس هي يعني ليش الحوثيين حرب؟ ليش مو معركة من ضمن المعارك اللي احنا يعني كدول عربية متبنينها، ودول الخليج بالتحديد؟ يعني هي الحقيقة هي حرب، لكن لها أكثر من ساحة. يعني اليوم في اليمن ميليشيا الحوثي أو عصابات الحوثي، هي عصابة تمثل أقلية فكرية وأقلية عرقية، إن أردت من أي جهة فهي أقلية مسلحة، استغلت حالة الفراغ أو حالة الاختلاف بين الفرقاء السياسيين في اليمن، ومحاولة التحالف مع الرئيس علي صالح، الرئيس السابق علي صالح، لاحتلال اليمن، احتلال إرادة اليمنيين، فرض أمر واقع على اليمنيين، وشل الدولة، محاولة يعني شل الدولة بحيث لما يكون هم الدولة. طبعا دول الخليج، اليمن في بطن الجزيرة العربية، هي مهمة، فلو أخذت الميليشيا الحوثية اليمن ستسخرها لزعزعة استقرار دول المنطقة. صحيح، كالسكين في الخاصرة. بالضبط، يعني بخنجر في خاصرة وظهر الجزيرة العربية والعرب، واستقرار الجزيرة العربية ودول الخليج يعتبر استقرار الأمة العربية كلها، لأن استقرار دول الخليج دول غنية ودول فيها فرص عمل لجميع الدول العربية، فيها دعم لجميع الدول العربية، يعني زعزعة استقرار دول الخليج سيمثل زعزعة لاستقرار الدول العربية كلها، وأزمة كبيرة للدول العربية كلها. فكان هذا الموقف اللي أنا راه يعني حكيم من دول مجلس التعاون، من خادم الحرمين الملك سلمان، حضرة صاحب سمو الشيخ صباح، كان له موقف طبعا وكلمة معروفة ومشهودة وحكيمة في القمة العربية، وضح الأمور أن ميليشيا تريد فرض رأيها وفرض أجندتها السياسية على اليمن. هم لا يمثلون حتى يعني 2% من الشعب اليمني. فالحرب هي حرب لها أكثر من ساحة. في سوريا هناك حرب على النفوذ الإيراني، طبعا إيران هي الآن محتلة سوريا، مثل ما قال سمو الأمير الشيخ الأمير سعود الفيصل، سوريا اليوم محتلة من إيران. الذي يقاتل في إيران هي عصابات من إيران، وعصابات من العراق، وعصابات من حزب الله، وحتى من أفغانستان، كلها طائفية، يعني
تم تجييشها من قبل النظام الإيراني لاحتلال سوريا، وتم الاحتلال لكن لم ينجح احتلالهم، وإن شاء الله سيسقط نظام بشار وسيتنتصر إرادة إن شاء الله بعد الله الشعب السوري وسيحكم بلده وتستقل بلده من هذا الاحتلال. العراق نفس الشيء، اليوم العراق تواجه أزمة كبيرة طائفية، الحشد الشعبي، رأيت المجازر الأخير اللي تمت، حتى أن المحافظ والمجلس المحلي انسحبوا من المدينة، أن الحشد الشعبي أصبحوا يحرقون البيوت وهي ميليشيا وعصابات طائفية تحت نظر الحكومة العراقية. في لبنان نفس الشيء، لبنان دولة مشلولة، حزب الله في حكومة، في دولة ظاهريا لها برلمان ولها حكومة، ولكن الحقيقة أن حزب الله هو الذي يحكم، ما يريده يمضي وما لا يريده يشل البلد. فهم بين أمرين، يا يحتلون البلاد مباشرة أو بواسطة عملائهم أو يشلون الدول. والآن البحرين نفس الشيء، محاولة لزعزعة استقرار البحرين، محاولة لعمليات إرهابية قامت فعلا شل البلد كلها. يعني إيران، الدول العربية لم تفعل شيئا ضد إيران. لو أنك تقول مثلا أن والله الدول العربية مثلا بدأت في العداوة ضد إيران، وهذه ردة فعل. إيران من قامت الثورة الإيرانية وجاء الخميني كانت الدول العربية مؤيدة للثورة، حتى أن العراق الذي قامت بينه وبين إيران حرب كان الخميني لاجئ في العراق سنين طويلة. بعد ذلك قامت إيران، ثم جاء جنون تصدير الثورة والإمبراطورية، إن سميتها طائفية إن سميتها فارسية عنصرية أيا كان، في ارتباط، يعني هم في جانب عنصري فارسي وفي جانب طائفي، يريدون أقلية تريد أن تحكم الأمة العربية، 400 مليون مسلم عربي في الأمة العربية، تريد هذه الدولة الإيرانية أن تجند لها أقليات لتكون أداة بيدها، أداة للضغط والتفاوض وتحقيق المصالح وزعزعة استقرار منطقتنا. إيران لم نفعل، نتمنى إحنا للأمان أن إيران تعيش بأمن وأمان وسلام، هل وتكفينا شرها. هل عاصفة الحزم ستنهي الصراع العربي الإيراني الممتد منذ عام 79؟ يعني هل هذه المعركة ستنهي هذا الصراع؟ هو الصراع أم أنها موجة جديدة أو شكل جديد من صراعاتنا المستمرة؟ الصراع العربي الإيراني قديم، يعني حتى أيام الشاه كان هناك صراع. صحيح. كان هناك فيه محاولة الشاه أن يكون شرطي المنطقة، بس الشاه ما كان عنده الجانب الطائفي، ما كان عنده الجانب الطائفي، وما كان عنده تصدير الثورة بحيث أنه يريد احتلال دولنا. يعني الشاه حكم سنوات طويلة رغم أنه دكتاتور، وإحنا ضد الدكتاتورية لا شك، يعني هذا ليس تأييدا للشاه عشان بس نبين، لكن ما ضر المنطقة، حكم، لكن كان في صراع سياسي بحدود الأطر المسموح فيها بالصراع السياسي بين الدول وبين الأمم. أما الدولة الإيرانية من بعد قيام ثورة الخميني، لا، أولا أنا يعني اللي عايشه، وأنا كنت أحد الشباب في ذاك الوقت عايشين، موضوع تصدير الثورة فور سقوط الشاه على طول طرح موضوع تصدير الثورة، وصار عندنا قلاقل في الكويت، وصار عندنا قلاقل في السعودية وفي البحرين، صارت مشاكل في العراق نفس الشيء. فصار يعني موضوع تصدير الثورة كان من أجندات، من أولويات النظام في إيران بعد حكم الخميني. طيب ولا زال. ماذا بعد هذه المعركة؟ ما هي الأبعاد الإقليمية والاستراتيجية والسياسية التي يعني ستحقق سيحققها مجلس التعاون، دول مجلس التعاون بعد معركة الحزم وعاصفة الحزم؟ هو الآن إذا يعني صحت المعلومات اللي تسربت أن الموضوع لن يقف عند اليمن. الموضوع طويل، سيبدأ باليمن وسيتم القضاء على الحوثيين، يكون ليس قضاء عليهم شخصيا، بالنهاية هم جزء من المجتمع اليمني، لكن يأخذون ثقلهم بقدرهم في المجتمع اليمني، مو نص مليون يحكمه 30 مليون أو 29 مليون، لا، نص مليون خلك، نص مليون لك نسبتك في البرلمان، لك نسبتك تعيش مواطن، ما تضع السلاح على الطاولة، ولأن الدولة ضعيفة والمقابل لك أحزاب مدنية سلمية تضع أنك رشاشك على الطاولة وتفرض أجندتك، لا، تجلس على الطاولة حالك حال غيرك وبقدرك. هذا المطلوب، يعني الموضوع لن يقف عند الحوثيين. اللي عارف أن موضوع النظام السوري أيضا لن يستمر إن شاء الله. موضوع العراق يجب أن يكون هناك حل للعراق، يعني أنا يعني لما تكون هناك دولة تتبنى
ميليشيات الحشد الشعبي مجرمة، عصابات قاتلة. هذا معناه الدولة أو الحكومة طائفية، لكن لما تكون حكومة مسؤولة محترمة تحترم حقوق المواطنين ستنعم بالاستقرار الدولة يعني كلها. يعني ايش بيسوون دول المجلس تجاه العراق؟ فأظن ما فهمت الجانب العراقي. موضوع العراق انه يكون هناك في نوع من احترام حقوق المواطنين واحترام حقوق السنة. مو من الأولى محاربة داعش في العراق دكتور؟ لا داعش على دول المستعاون هم الخطر يعني الحقيقي المباشر. لا لا احنا كل تطرفه خطر، داعش خطر، الحشد الشعبي خطر، بشار خطر، أولوية المعركة الخليجية العراقية في هذه الجزئية فقط. لا انت من هو العدو الأول في في في, في العلاقة الخليجية العراقية؟ شوف طال عمرك داعش ناس متطرفين ويجب محاربتهم. أكيد داعش ناس متطرفين، ولا استبعد وأنا عندي وجهة نظر أن داعش صنيعة، صنيعة لإيران مي سهلة، تصنع لك بعبع عشان الناس تلتف حولها. يعني عشان يعني الآن إيران تعطي المواطنين الشيعة في الدول العربية شعور بأنهم مظلومين وأن هي المنقذة لهم، هي راح تنقذهم، هي راح تطالب حقوقهم. بينما المفروض للمواطنين الشيعة في دولنا العربية يكون انتمائهم لأوطانهم. إيران تستخدمهم كأداة من غير رحمة. بعض المواطنين أنا البعض أنا ما أعمم، لا ما له شك ما أعمم، بس بالنهاية ترى نسبة ليست بالقليلة، نتكلم صراحة. حتى في الكويت، بالكويت ودول الخليجية إيران موجودة. إيران تحرك بعض أشياء. نعم إيران لها يعني لا ترغب، هي ترغب، هذه رغبة إيران، ترغب ولا تقدر. في لها يعني حزب الله بلبنان يعلن رسمي أن أنا تمر بأمر الولي الفقيه. لا أتكلم عن الكويت. وهنا في خليات جسس ثبت دانا بالقضاء وثبت بعضهم كويتيين. إذا يعني واقعيا إيران تجند. أنا ما أتهم المواطن الشيعي، لا ما أتهمه، لكن أنا أقول لك إيران تحاول وقد تجد، وتجد من يعيش معها أما بمال أو بعاطفة فارغة. عاطفة فارغة إنه والله عندهم حلم إمبراطورية مثلا طائفية، ولا عندهم حلم أحلام طائفية على حساب مجتمعهم، على حساب أمتهم. فمن الأفضل أنا نصيحة يعني أن لا يكون، وإن شاء الله مو أنا ما أعمم، بس أنا أقول الذين يتأثرون بالخطاب العاطفي الإيراني الطائفي لا يتأثرون بهذا الخطاب. هذا الخطاب الهدف منه فقط أن يكون ورقة بيد إيران تحرقهم وتحرق أوطانهم. فالأفضل لهم أن ينتمون لأوطانهم، أن يحرصون على أمن وأمان أوطانهم، ويعيشوا بأمن وأمان بأوطانهم، لأن لا يكونوا طابورا خامسا ضد أوطانهم. أنا أتكلم على الشيعة في جميع الأوطان العربية. أنا ما أقول أقلية، بالنهاية هم مواطنين، بس يعني إذا بنحسبها أقلية ولا أغلبية، يعني الشيعة بالوطن العربي كلهم أقليات. فليس من مصلحتهم أن يذكون أنا أمور الطائفية. أنا أفهم أن الأغلبيات تذكي الطائفية حتى تضطهد الأقلية، لكن أقلية تذكي الطائفية. نعم. أنا يعني مو منطق. واضح. نعم. طيب التباين النيابي اللي حصل في مجلس الأمة حول مدى دستورية أن تخوض الكويت هذه المعركة، سواء كحرب دفاعية أو فيما يخص اتفاقية الحماية العربية المشتركة، ما هو تعليقك عليها بالجانبين؟ أول شيء أنا حقيقة أشكر حضرة صاحب السمو على هذا القرار، وليس بالغريب أن مصيرنا كدول مجلس التعاون مصير واحد. إذا تأثر السعودية سنتأثر جميعا، أي دولة يعني حتى البحرين لما دخلت درع الجزيرة، الدفاع عن البحرين كان دفاع عن دول استقلال دولنا، وكان وقف إيران عند حدها حتى لا تحلم أنها تستطيع السيطرة أو التقام الدول الخليجية الصغيرة واحدة تلو الأخرى. لو راحت البحرين ترى الكويت وراها. أي دولة من دول مجلس التعاون تتعرض للخطر معناها جميعا تتعرض للخطر. هذه واحدة يعني من مصلحتنا الوقوف مع دول مجلس التعاون، وخاصة دولة الشقيقة الكبرى السعودية، المملكة العربية السعودية. بعدين لا ننسى أن موقف السعودية معانا أثناء الغزو العراقي، السعودية يعني وقفت موقف لا ننسى، سواء أيام قاسم لما هدد قاسم الكويت بالستينات، أو أيام الغزو العراقي أيام صدام. السعودية يعني سخرت أرضها وبلادها وعرضت أمنها للخطر، وكان صدام يريد اتفاق معهم. فالمملكة العربية السعودية دولة شقيقة، وتحالفنا معها تحالف استراتيجي، لن نترك أشقائنا من أجل جيران السوء أو من يهددنا ويهدد وجودنا. مستحيل الإنسان ما يترك شقيقة من أجل
من يهدده ويهدد وجوده، لكن نريد حسن علاقة مع الجميع، يعني نريد أن حسن علاقة مع العراق، نريد حسن علاقة مع إيران. إذا سمحوا هم بأن يبدون حسن النية، ولا أرى ذلك اليوم، يعني حتى العراق هو خطر مؤجل، العراق مشغول اليوم في شأنها الداخلي وهي خطر مؤجل، إيران لا، خطر حال واضح. وأنا يعني دولة مثل إيران شعبها 70 مليون ويعيش كثير منهم تحت خط الفقر، قرى كثيرة ما فيها خدمات، لماذا تصرف هذه الأموال لزعزعة تستغرق دولنا؟ كم خسرنا حنا الآن، اسمح لي بالتعبير، من تهور إيران وقيادة إيران، كم خسرنا الحرب العراقية الإيرانية؟ عشرات مئات المليارات، أرواح، إذا تتكلم عن المال فالأرواح أغلى من الأموال، أرواح ذهبت مئات الألوف من إيران ومن العراق، ملايين الإصابات. سوريا اليوم، تهور إيران في سوريا، محاولة الهيمنة على دولة عربية، قلب العروبة دمشق، عاصمة بني أمية، تأتي إيران تريد أن تحتل هي وحسن نصر الله، يحتلون دمشق، واليوم يريدون تحول حتى المسجد الأموي إلى مسجد محسوب على الطائفة الشيعية، يقيمون فيها احتفالات، شنو الاستفزاز هذا؟ لن تحتل سوريا ولن تبقى سوريا، لن تبقى تحت حكم إيران، هي إن شاء الله يعني فترة محدودة، إن شاء الله لا تكون بعيدة، حتى يسقط المشروع الإيراني في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن. البداية الحرب هي في اليمن، بداية حازمة كما سميت عاصفة الحزم، خلاص لن نصبر أكثر من ذلك، ولن نسمح لمراهقة السياسة الإيرانية، المراهقة يعني هذا الاسم الحقيقي، شغل مراهقين كبار سن ربما، ولكن بالنهاية تصرف مراهقة، إنشاء ميليشيات، عصابات في لبنان، شلوا لبنان، دمروا لبنان، لبنان مشلوا اليوم، في اليمن دمروا اليمن، ماذا يفعل اليوم الحوثي؟ يقصف المدنيين، تقصف المدنيين، تقصف أنت المدن في عدن وفي كل المحافظات اليمنية، رافض الحوثي، هو يقاتل من الحوثي اليوم؟ يقاتل الشعب اليمني، دمر اليمن، العراق دمرها المشروع الإيراني، سوريا أبادها المشروع الإيراني، البحرين شلها المشروع الإيراني، شون هالدولة هذه اللي تشعر به؟ لمتى نصبر على هذا المراهقة وهذا السفة وهذا الجهل؟ عاصفة الحزم هي موقف يوقف السفيه عند حده، صبرنا عليه وحلمنا وقياداتنا حلمها، يعني أكثر من حلم القيادة، القيادة الخليجية معروفة، القيادة الخليجية بحلمها وسعة صدرها وسياستها، السياسة الخارجية الناعمة التي لا تريد المشاكل خاصة الكويت يعني، لكن وصل الأمر إلى مرحلة لا يمكن الصبر عليها ولا يمكن السكوت عليها، أنت تريد أن تحتل الأوطان العربية وكل قليل تسقط عاصمة من عاصم نبيدهم، إلى متى؟ عاصفة الحزم هذه تعيد الأمور لصالة، سنستعيد صنعاء إن شاء الله لتعود اليمنيين، واليمنيين ربع أخوانا كل أصول العرب من اليمن، ستعود صنعاء إلى أهلها إلى اليمن، علي صالح هذا رجل عابد السلطة يجب أن ينتهي، هو الحوثي، سوريا سيسقط نظام بشار وستخرج كل العصابات الطائفية وأول عصابات حسن نصر الله من سوريا، وسيعود حزب الله في لبنان إن أراد خير له، يعود حزب سياسي ليس في بيده سلاح، ستعود العراق المفترض تحترم المواطنين شيعة وسنة وكردا وعربا، دولة محترمة بدل أيضا فكر الطائفي وسلوب الحكم العنصري اللي قاعد يقام فيه الحكومات السابقة والحالية، وإنشاء ميليشيات مثل الجيش الحشد الشعبي لقتل المواطنين بدون محاسبة، فإحنا أمام إن شاء الله بداية لعودة استقلال واستقرار الأمة العربية. واضح بإذن الله. من الله التوفيق. نعم. أستكمل معك هذا الحديث دكتور، ولكن بعد فاصل. أعود لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، تنضم إلينا الآن الدكتورة ندى المطوع رئيسة قسم البحوث والدراسات الاستراتيجية في جامعة الكويت، حياك الله يا دكتورة وشكرا لتلبية هذه الدعوة، وسؤالي يعني ما هو بعيد عن الحديث الذي دار بيني وبين الدكتور فهد الخنا قبل قليل ولكن في نفس الإطار العام، وهو
بزاوية أخرى التقارب الأمريكي الإيراني، الغرب الإيراني، 5+1 أيا كان، هذا التقارب كيف سينعكس على دول الخليج؟ هل هو انعكاس سلبي أم إيجابي بوجهة نظرك؟ مساء الخير، وأنا بدوري أرحب فيكم وأشكركم على هذه الاستضافة عبر الهاتف. حياتي. طبعا بالنسبة لهذا التقارب، كما نذكر بأن في أوج الأزمة السورية طرحت إيران ورقة التقارب، عفوا الولايات المتحدة ورقة التقارب مع إيران، حتى اعتقدنا بأن هذا الطرح هو غطاء لعملية تنفيذية وإذا بها مفاوضات، وكانت ورقة تفاوضية ناجحة تطرحها الولايات المتحدة حتى تضع إيران في موقف تفاوضي ضعيف بالحديث عن اتخاذ القرار تجاه سوريا أو التدخل الأمني أو العسكري. مرة أخرى طرحت الولايات المتحدة أيضا ورقة التفاوض مع إيران وعقد صفقة في أوج أزمة اليمن، في وقت انقسمت فيه الدول بين مع وضد هذا التقارب، منهم من اعتقد أن يحمي المنطقة من حروب قادمة، والبعض الآخر يعتقد بأن الهواجس ما زالت موجودة، ولكن يبقى عملية استبعاد دول الخليج من بنود هذه المفاوضات أمر محرج لدول الخليج، ارتباط مباشر مع إيران سواء كان جغرافيا أو تاريخيا عبر العديد من الأحداث، خصوصا فترة الثمانينات والتدخل في الشأن الداخلي الخليجي. شلون نتناول هذا الموضوع اليوم؟ أنا باعتقادي عن طريق 3 نقاط. أولا، الدول المؤهلة للقيام بالدور الإقليمي القيادي في المنطقة، يعني إحنا لا نريد أن نصبح أسرى للماضي وللهواجس، ولكن نريد أن نواكب هذه الأحداث ونعطي شوية تفسير أو فهم للمرحلة المستقبلية. الدول المؤهلة للقيام بالدور الإقليمي القيادي، يعني اليوم المملكة العربية السعودية، مصر، بالإضافة إلى الدولة الجارة الإقليمية اليورو آسيوية وتحت مظلة الإسلام وهي تركيا، كدور مساند لها دور بتشكيل الأحداث في المنطقة في هذه الفترة المستقبلية. النقطة الثانية هي خاصة بموقف إيران، يعني بالنسبة لإيران جزء من مشروع أوباما دخلت بسياسة الاحتواء الجغرافي عبر كما نعلم العصا والجزرة، العصا وهي الحروف الصغيرة اللي موجودة في الاتفاقية لم يعلن عنها، والتي يقال أن لديها عقوبات قاسية تجاه إيران إن تراجعت، والجزرة وهي الانفتاح الاقتصادي المترقب في إيران عن طريق رفع العقوبات. أين يأتي الهاجس الآن؟ طبعاً الهاجس بيئي، نووي، إنساني، خوف على شعوب الخليج، لأن هذه المفاعلات على فكرة عندما بنيت إيران تحت الحصار الاقتصادي، فحتى الأجهزة هذه غير آمنة، فلذلك يعني هاجس وشبح تشيرنوبل مخيف. فهل تتدخل دول الخليج لتضع هذه المعايير، لتشترط أن تكون هناك معايير آمنة، الأمن والسلامة للمنطقة بشكل جدي؟ هل هذه المعايير تعمم علينا كدول لنا رغبة في استخدام النووي السلمي سواء في تحلية المياه أو العلاج أو الأدوية أو غيرها؟ فهناك أسئلة كثيرة تتطلب منا فعلا ناخذ الموضوع بجدية أكبر. فلذلك يعني أنا أعتقد بأن الموضوع أهم من فقط عودة العلاقات، وأنا على قناعة أن الجانب الاقتصادي مغيب عن كل تحليلاتنا السياسية. ظهور الإيرانيين وفرحتهم لأن هناك رغبة لشركات كبرى عالمية أنها تفتح لها فروع في إيران، تستقطب من الشباب للعمل بهذه المنشآت الاقتصادية، معناها يمكن يصير يعني نوع من المنافسة مع بعض الموانئ أو المناطق التجارية في الخليج. فلذلك يعني أنا أعتقد بأن هناك الكثير أمامنا. يبقى طبعا العامل الثالث وهو أيضا غايب عن تحليلاتنا، يأتي بعد العامل الاقتصادي، هو منطقتنا، يعني هذه الأزمات اللي عشناها شنو تفاعلنا معها. اليابان عاشت أزمات، سنغافورة، نتجت عن هذه الأزمات تكوين نخب إدارية شبابية، المعجزة الاقتصادية، التغيير الاقتصادي، يعني قادوا الشباب تجربة التحديث. هل سنقع أسرى لهذه الهواجس سواء كانت
اليمن أو إيران أو سوريا، أم أننا رح نستغل هذا التغيير وفعلا نحاول بالبنى التحتية الداخلية أقصد الاستثمار بالعنصر البشري أن نأهل شباب الخليج ونحميه من العيش أو الحياة بهذه المخاوف. التجربة اللي أنا أتكلم عنها ما استقيتها من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، إنما من آسيا بكل بساطة. رغم ما مرت فيه هذه الدول، لكن ما منعها إنها تعيد إنتاج هذه الطبقة الشبابية اللي تأخذ القيادة باتجاه الإنتاجية. فيعني عودة إلى موضوع إيران، طبعا هو هاجس. العلاقات الإيرانية الأمريكية سارت بخط متعرج، لم تكن بخط مستقيم، لأنها كانت دائما بين القطيعة والمساومة والتنازلات، وبين القطيعة يعتمد على أي رئيس أمريكي. فلذلك الخليج دائما تجد في موقف يعني رد فعل أكثر من موقف فعل. فنحن فعلا بحاجة إلى أن نكون جزء من هذه الاتفاقية، نقرأ الحروف الصغيرة في هذه الاتفاقية ونكون جزء من صناع القرار في هذا الشأن. واضح دكتورة. خليني أسمع تعقيب دكتور فهد على كلامك، سواء في جوانب التأييد أو الاختلاف، وبعدها أختم معك في نقطة أخيرة. تفضل دكتور. حياك الله دكتور ندى، هذه فرصة سعيدة أن يعني نلتقي في برنامج واحد. الحقيقة ما تفضلت فيه أنا أبدأ من حيث انتهت، يعني موضوع المشاكل الإيرانية وأثرها على حتى اقتصاديات المنطقة، وكذلك العلاقة الأمريكية الإيرانية. كل دول العالم تبحث عن مصالحها، أمريكا تبحث عن مصالحها لا عن مصالحنا. قد تلتقي مصالحنا ومصالحها وقد تختلف. هنا دور الدول العربية خاصة دول الخليج اللي اليوم تمثل يعني قلب الأمة والمنطقة المستقرة الفاعلة في المنطقة العربية والأمة العربية، أن تبحث عن مصالحنا وأن تحرص على أن لا تقدم أمريكا مصالح إيران على حساب مصالحنا. شلون أضمنها هذه؟ عاد أنت دورك كموقف، موقف اقتصادي، موقف سياسي. يعني لما دخلت قوات درع الجزيرة البحرين لم تكن بموافقة ولا بعلم أمريكا، دخلت البحرين لحماية استقلال البحرين، دخلت في اليمن تهددنا يعني الكيري آخر مرة، قد نعلم أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة وتمدهم في لقاء رسمي قبل أيام، قال ولكن لن نتدخل، ولم نتدخل، إحنا تدخلنا عشان نحمي استقلالنا ونحمي وجودنا. هنا دور الدول العربية خاصة دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون جميعا كيد واحدة، أن يكون لهم دور في حماية مصالح المنطقة. إذا تراخينا إيران ستتوسع. المشاكل الاقتصادية، أنا مساعد ذكرت كم خسرنا إحنا كدول عربية وكم خسرت إيران من أموال ومن أرواح ومن فرص لتنمية دولنا وإيران بسبب تهور القيادة الإيرانية وأطماعها المراهقة في التوسع على حساب أمة العربية. كم خسرنا؟ يعني آلاف المليارات، ما أقول يعني أتكلم أنت من 79 اليوم إحنا 2015، أتكلم عن عشرات عقود من الزمان، والمنطقة العربية تعيش أسيرة الأطماع الإيرانية والتوسع، محاولة التوسع الإيراني والقلاقل الإيرانية، وإيران تعيش نفس الأمر. إيران قاعدة تدفع أيضا على أحلامها المراهقة هذه التوسعية أيضا من أموال الشعب الإيراني اللي يعيش اليوم كثير منه في حالة يرثى لها. فإحنا قاعد نعاني. يعني اليوم إذا وقفت الدول العربية وخاصة دول الخليج موقف حازم يضع إيران، يوقف إيران عند حدها، هي يمكن تصير خيرة للشعب الإيراني، أن القيادة المتهورة هذه تعقل وتكف عن محاولة العبث وإيذاء دولنا العربية وزعزعة استقرارنا، وأيضا تعود بالأموال هذه للشعب الإيراني حتى ينعم بأمواله بدل أن تلعب فيها تبذلها القيادة على أطماعها. خليني أخذ من استعقيب أخير دكتورة على كلام الدكتور فهد وأختم معك. تفضلي. بالنسبة طبعا لي يعني يمكن أنا تكلمت عن العلاقات وعن التباين في هذه العلاقات بين الدول العربية. طبعا احنا حريصين جدا على حماية الشأن الداخلي في دول الخليج من الوقوع في الاستقطابات الطائفية، نريد ان نحافظ على السلم، على التعددية، ان نمنع التطرف والإرهاب في هذه الآراء. الشيء المهم يعني ان علاقتنا احنا مع إيران دائما كانت تحمل الطابع السلمي
اللي وراه تحفظ، ولكن حريصين جدا. حتى في أوج الاستعداء بين الولايات المتحدة وإيران، كانت الكويت تحاول ودول الخليج تحاول أنها يكون هناك جسر ثقافي أو محاولة موازنة هذه العلاقة. فاليوم مع توقيع هذه الاتفاقية من الضروري جدا أن نحافظ على هذا الطابع السلمي. التحفظ راح يظل، لأن عندنا مخزون تاريخي من التدخلات، وعندنا أيضا هواجس أي دولة صغيرة وقعت في هذا المكان الجغرافي الهام. فالطابع السلمي مهم، أيضا قراءة بنود الاتفاقية مهم جدا، والأخذ بعين الاعتبار بأنها العلاقة الإيرانية الأمريكية تسير بخط متعرج، وأعتقد أنها راح تستمر بهذا الخط المتعرج الذي يتأرجح فيما بين العصا والجزرة، أو بين المساومة والقطيعة، بأمد أطول من ذلك. فإحنا مطالبين في هذا المكان الجغرافي الهام أن نحافظ على علاقاتنا السلمية. واضح جدا، كل الشكر لك دكتورة ندى المطوع، رئيسة قسم البحوث والدراسات الاستراتيجية في جامعة الكويت. أعود لضيفي الدكتور فهد، وسؤالي الأخير في المحور الإقليمي، وهو العمر الافتراضي لعاصفة الحزم. لا، هذه حرب حسب تطور المعركة أو الحرب في الميدان، حسب تحقيقها لأهدافها. في ناس يقول لك صار لهم 18 يوم القصف الأمريكي، الحرب الجوية الأمريكية على العراق قعدت 40 يوم، أكثر من 40 يوم، كل يوم 2000 طلعة، كل يوم 2000 طلعة جوية. ليه هدت الدولة؟ لين بعد ذلك حصل تدخل بري. الأمر المعركة والحرب بدأت من 19 يوم أو 18 يوم، ولكن لن تقف في اليمن. عندما إن شاء الله نخلص من أمر اليمن، ننتهي من اليمن ونقضي على الخطر الحوثي والتهور علي صالح وموالين له من بعض قادة الجيش، لا شك سيكون بعد ذلك مرحلة تتعلق بسوريا بالعراق. يعني ربما البحرين إن شاء الله تجاوزنا مرحلة الخطر. لبنان دولة شقيقة عربية، حزب الله يحتلها، يحتلها رسمي، يعني حزب الله يحتقل مواطنين لبنانيين، يحتقلهم في سجون خاصة فيه، لا يستطيع حتى الدولة أن تستنقذهم من سجون حزب الله. دولة مو دولة تحت الدولة أو دولة داخل دولة، هي الحقيقة دولة التهمت دولة حزب الله. فالمعركة مستمرة، وأنا أتمنى أن لا تقف عند اليمن، وأن يعني الدكتورة ندى تتكلم عن الموضوع النووي، موضوع النووي والزعم إيران، الاتفاق النووي، وأن زعم إيران برنامج سلمي، والحقيقة مو برنامج سلمي. نعلم أن إيران رضخت تريد أن تحصل على سلاح نووي حتى تفرض إرادتها وتكمل مشروعها التوسعي، لكن المفترض دول الخليج أيضا تؤكد على ضرورة حماية دول مجلس التعاون، والتأكد بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي. بعدين كل المفاعلات النووية الإيرانية على السواحل الخليجية هي أقرب لنا من طهران. صحيح. ولو صار فيها شيء تتعلم الدول النامية هذه، الصيانة والأمن والسلام تعبانة. يعني تشيرنوبل صار فيه انفجار نووي، طوكيو في اليابان عفوا صار فيه تسرب إشعاعي في منفعل نووي، فما بالك بإيران. يعني مع احترامنا، ما أقصد أنا التقليل من شأن الشعب الإيراني، لكن أتكلم على التقنيات ومستوى التكنولوجيا اللي في إيران. نعم، واضح. أنا راح أستكمل معك هذا الحديث دكتور، ولكن بعد فاصل قصير. أعود لكم مشاهدينا الكرام، والمحور الأخير من حلقة اليوم مع الدكتور فهد الخنا. دكتور، واقعنا السياسي يعيش في حالة من الجمود، ومن يقرأ الساحة السياسية لا يتوقع أن تكون هناك أحداث يعني في الفترة القادمة. سيستمر المشهد السياسي بهذا الشكل، وأقرب استحقاق ربما يكون إلا إذا صار في هناك مفاجآت هو الانتخابات القادمة في 2017 أعتقد، هذا أقرب استحقاق. وبالتالي بناء على هذا الواقع، ما هو ترتيبات الكتل السياسية اللي اليوم ما لها مساحة للتحرك، لأن الشارع ما هو جاهز لأي تحرك، وبالمقابل أغلب الكتل السياسية ستخوض انتخابات فردية، انتخابات الصوت الواحد،
فكتجمع إسلامي سلفي، كنائب سابق، كخبير في الشأن البرلماني والانتخابي الكويتي، ما هو المطلوب الآن في الفترة القادمة؟ أول شيء أنا ما أتكلم باسم التجمع السلفي، أتكلم باسم مواطن كويتي. الحالة الجمود يعني هو الآن الوضع الحالي أن القوى السياسية يعني أغلبها مقاطع الانتخابات بسبب صدور مرسوم الصوت الواحد بعد حكم المحكمة. أنا دعوت المقاطعة في أول الانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، حكم الدستورية أنا دعوت للمشاركة. كان أول في جدل، يعني دام المحكمة الدستورية حسمت الجدل حتى لو لم أكن أنا مقتنع بالحكم، بس بالنهاية هذا حكم ملزم، بلد لازم يمشي يعني. قضائية اجتهاد ملزم، اجتهاد يرجح اجتهاد ويصير ملزم لحكم المحكمة وحكم الدستورية. فدعوت المشاركة. اليوم في شعور عند كثير من القوى السياسية أن عدم المشاركة ترتب عليه سلبيات كثيرة في البلد، ومن ناحيتين. من ناحية الأولى أن الحكومة كانت دائما تضع سبب فشلها أو عدم إنجازها على شماعة المعارضة، أنه والله إحنا مو مخلينا نشتغل. اليوم الحكومة مرتاحة، البرلمان وياها متعاون، إلى يعني حتى بعض الناس قال أن البرلمان أصبح إدارة حكومية يعني تبع الحكومة، يعني من يعني تعاون أو طوع أمر الحكومة. الحكومة موجودة، ما الإعلام معاها، ما في حد أي إعلام مشوش عليها مسكرته، فالوضع جاهز للأداء الحكومي. صار لهم سنتين ما في شيء تغير، بالعكس يعني أصبح فيه يعني قمنا أمور ما كانت تحدث أول. يعني ما أدري عن صحة خبر أن مثلا، يعني أنا مع احترامنا لوزير الصحة أنا قدره وأخ عزيز يعني، بس بالنهاية سلامة المرضى يعني أهم المجامل. يعني خبر أن في اثنين توفوا بالمستشفى حامد العيسى لأنهم خذوا من متبرع في داء الكلب مثلا، نشرت بالصحف يعني، وسيحققون في الخطأ الطبي. هذه مو خطأ طبي، إن صح هذا الأمر هاي جريمة، ناس ماتت، أرواح راحت بسبب قلة إجراءات الفحص وعدم تدقيق في إجراءات الفحص سلامة الأعضاء اللي تم نقلها. أمس سكروا مشرحة في كلية الطب لأن في تلوث بمواد الحافظة أصبحت تمثل خطر على القريبين من المبنى أو اللي يرتادون المبنى. صار فيه بالمستشفى الأمير، أتكلم عن الصحة الحين، فيه طفح المجاري بمستشفى الأمير قبل أيام ونشر في الصحف. نعم واضح دكتور، بس أنا عشان الوقت أبدأ محور الترتيبات، شو مطلوب الآن من الكتل السياسية؟ اليوم يعني مثلا وزير التعليم التربية والتعليم مسؤول صرح تصريح ضد فئات من المواطنين، طبعا هو برر بس بالنهاية أنا قريت التصريح، تكلم عن أن بعض الآيات والأحاديث تدعو للتطرف. أنا أنطر لباكر أسمع تصحيحه، ربما يكون في خطأ بالنقل بس نعم واضح دكتور. بالنهاية الإسكان اللي استلموا البيوت انشروا شلون البناء كان ليس على المستوى المطلوب. دكتور واضح، بس جاوبني بعد إذنك على سؤالي عشان الوقت، ما عندي وقت اللي هو ما هو المطلوب من الكتل السياسية اليوم، ما هو الترتيبات لأقرب استحقاق قادم ربما وهو انتخابات 2017 من اليوم إلى ذاك اليوم؟ اسمح لي أنا أتكلم ما هو مطلوب من الآن من النظام أو من السلطة وهو مطلوب من المعارضة. أنا أتمنى أن السلطة تبادر اليوم حضرة صاحب سمو الله حفظه أو الحكومة بتعديل الدستور بزيادة عدد النواب 75 نائب وتعديل قانون الانتخابات. إلى؟ تعديل قانون الانتخابات. إيه يعني بشكل معين ولا؟ يعني 15 دائرة كل دائرة، ما بالنهاية هذا يحتاج توافق وطني. نعم. 15 دائرة، كل دائرة 5 نواب، أو 5 دوائر كل دائرة 15 نائب، يعني يتم الاتفاق عليها حسب واضح. يعني بعد ما تعدل الدستور تعدل قانون الانتخاب راح يصير يعني امر جديد الان اللي هي دعوه للانتخابات. اتصور البلد محتاجه تعديل الدستور عشان زياده عدد اعضاء الحكومه، لانه مو معقوله دائما يعني تصور وزير يمسك التربيه والتعليم العالي اهم وزارتين، يمسك الاشغال والاسكان اهم يعني وزارتين، لان ما في عدد وزراء كافي. فهذه لابد من مبادره، وادعو القوى السياسيه جميعا للمشاركه، حتى لو لم يتم تعديل الدستور او تعديل قانون الانتخاب أنا أدعوهم للمشاركة، ألا يترك الوطن يذهب أكثر من ذلك إلى التراجع. وأتمنى أن الحكومة
يعني تهتم بالأداء. يعني الآن الحكومة الشيخ جابر المبارك أتمنى التوفيق، يقول لي واحد إن إذا أجزت الحكومة، قلت والله أنها نسعد وأبركها ساعة الحكومة تنجز، هذا يكون مصلحتنا كمواطنين بالعكس. لكن أتمنى أن نرى إنجاز من الشيخ سمو الشيخ جابر المبارك وحكومته، وأن لكن شرحت لك أنا حالات ترى جديدة. إذا استمر الواقع على ما هو عليه، كيف ستشارك الكتل السياسية في الصوت الواحد؟ أنا أدعوها للمشاركة، أنا أدعوها للمشاركة. هو موقف سياسي، أنت قاطعت لموقف سياسي، صار الآن الموقف السياسي يتغير مع المعطيات والظروف. لا يمكن تجلس تترك البرلمان بدون قوى سياسية. قوى سياسية لها دور مهم في إثراء عمل البرلمان وقيام البرلمان بدوره الحقيقي التشريعي والرقابي. اليوم البرلمان التشريعات قاعدة تطلع ضعيفة، أما الدور الرقابي فلا أظن هناك دور رقابي اليوم للبرلمان للأسف الشديد. أنا فيك رسالة أخيرة توجهها دكتور قبل الله أختم. أتمنى التوفيق للكويت بقيادة حضرة صاحب السمو، وأتمنى الله يحفظ دول الخليج، وأدعو كل مجتمع دولنا الخليجية شعوب وحكومات إلى دعم عاصفة الحزم، وأن تستمر هذه العاصفة حتى تخلص الدول العربية والمجتمعات العربية من النفوذ الإيراني والأطماع الإيرانية توقف عند حدها إن شاء الله. أنا بس أبغى دكتور فهد الخنا، شكرا لتلبية هذه الدعوة. انتهت حلقة اليوم مشاهدين الكرام، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، تصبحون على خير.